في هذا المؤتمر الثالث عدد الثالث له دلالة الحفاظ على التنظيم وله دلالة الالتزام ببنود القانون الأساسي للجمعية الوطنية كما سطر وصودق عليه في المؤتمر السابق الثاني الوطن. إذن هذا المؤتمر يأتي خلخلة التنسيق من قبل الجمعية الوطنية للتعليم الابتدائي بالمغرب، وفي سياق رغبة الوزارة في تركيع الإدارة التربوية عبر تكسير تنسيقها من جهة، وعبر شك أو شق الصدع داخل صفوف نساء ورجالات الإدارة التربوية، وإن آخر عمل قامت به الوزارة في هذا الشأن هو تجميد تلك التعويضات الجزافية المكتسبة التي كنا قد حرصنا على أخذها من الوزارة في زمن سابق، والآن قد عملت الوزارة على تجميد هذه التعويضات الجزافية. وأفرحني ذلك لأن تشفيا في المنبطحين الذين تسارعوا إلى هذه الاجتماعات التي تدعو إليها الأكاديميات أو المديريات الإقليمية، فليسارعوا الآن من أجل رد هذه التعويضات الجزافية. إذن نحن الآن في مسار مليء بمنعرجات ومنعطفات، كبوات، الأشواك من الأقرباء، من القريبين قبل البعيدين، وبالتالي وجب علينا الحفاظ على التنظيم أولا، لأن الحفاظ على التنظيم قوة للجهاز. ثانيا، زيادة الصمود، الرفع من الصمود، لأنه لا بد من المقاومة عبر النضال، والنضال بدون تضحيات لا يمكن أن يؤدي إلى شيء، لا بد من تضحيات من أجل تحقيق الأهداف، والصمود هو الذي سيحقق ذلك إن شاء الله. لكي لا أطيل عليكم،